السعوديه المصري مقهور حيا، 5 شباب بيتقتلوا امبارح، واي واحد بيخش مستشفى حكومي بياخدوا قرانيته دون تبليغ اهله. ايه رايك في الدوله اللي بتتعامل مع مواطنيها بالشكل ده؟ يا استاذ احمد، ام ريجيني قالت ايه؟ قتلوه كما لو كان مصريا، دلوقتي احنا نقول سرقوه كما لو كان مصريا. في مصر بس يا استاذ احمد المصري مسروق حي وميت. في مصر بس يا استاذ احمد المصري محكوم عليه بالمؤبد والاعدام حي وميت. في مصر بس بيحتقروا الشباب ويخفوهم قسريا ويقتلوهم. في مصر بس بيسرقوا اعضاء الناس ويبيعوها ويتاجروا فيها. ليه؟ لانها عصابه يا استاذ احمد، عصابه ربنا بقى سبحانه وتعالى يسجلهم كده من عنده، والشعب المفروض ان ما يسكتش. ده احنا وصلنا للحضيض، ولا شبه دولة ولا وصلنا لأي حاجة من اللي هو كان بيقولها كمان، ده احنا وصلنا لأسود ما هو بيقول كمان. أشكرك يا متسيم. إذن دي مظاهر شبه الدولة.